جلالتك، كيف تسير الأمور؟ أهناك أخبار؟ غادروا فورا. حاضر. تكلم. حسب رأيي مقاطعة داي لا تعتبر تهديدا. الملك لوهينغ منشغل بأشياء سخيفة ولا يكترث لشؤون المقاطعة. إنني لا أرى أي أثر للخيانة لديه. هناك تفسيران محتملان للأمر. الأول لا يهددنا، وهذا ما نأمله، والثاني أنهم قاموا بالتمثيل أمامك ولكنك لم تدرك الأمر. هذه ورطة كبيرة، فعلا ورطة تشير إلى أنهم يخططون لشيء ما، وهذا أكبر تهديد لسلالة هان. ولكن عمتي، أنت تبالغين بقلقك. لا أعتقد أنهم بالذكاء الذي تتوقعينه فرحوا كثيرا بهديتك. وقام ملك داي بأمر قائد الجند بأن يجمع الجواهر من أنحاء البلاد ليقدمها لك وأن يأتي لزيارتك. فعلا لا أجد أي أثر للخيانة. ليس لديك خبرة مولي. أمرك. أخبر سنوكايت أن تستطلع الأمور وتخبرني إن كان هناك شيء مثير للشك. واضح. اذهبي. هناك مجزرة سوف تحدث قريبا. لولو، سمعت بأنك ستتزوج قريبا. هذا صحيح. لم أحضر لك هدية خاصة. لوح الشطرنج هذا مصنوع من اليشب الأسود والأبيض، سوف أمنحك إياه كهدية زواج. أشكرك يا عمتي. ما يدعوني لمنحك إياه هو أن تفهم ماذا تعني الحجارة البيضاء والحجارة السوداء. فهمت؟ بالطبع فهمت، فهمت. سوين، الزواج حدث مهم، ومع ذلك وبدلا من العربة تصرين على امتطاء الحصان. هذه تقاليد عائلتنا، لقد وعدتني، هل تذكر؟ أجل، وعدتك كما تشائين. لا لا سوين، ساعدي سوين، ساعدوها، ساعدي سوين. احصلي على جداول القوات من لولو. فهمت. اشكرك لانقاذك حياتي. سوين، أنت بخير؟ أصابك أذى؟ أنا بخير، أنقذني ذلك البطل. بطل؟
أين هو؟ سيدي سيدي، العروس بخير؟ نعم إنها بخير. ممتاز ممتاز، لننطلق الآن وإلا تأخرنا. هيا هيا بسرعة. عمتي انظري لهذا، هل ترينه مناسبا؟ ليس سيئا، به شيء من التكريم. لست أتفاخر، ولكن ومن بين كل الموهوبين قلة من هم أفضل مني في هذا العالم. أنت هكذا متعجرف ومغرور. متأكد أن لا أحد حولك مثير للشك؟ بالنسبة لمن هم حولي فأنا أراقبهم، ولا توجد أي فرصة للاتصال مع أحد. وماذا عن زوجتك؟ هذه أكثر استحالة، منذ الزفاف لم تتواصل مع أحد سواي. ومن الذي أنقذها عندما قام برمي الحصان؟ عرفت هذا؟ وأعرف أكثر من هذا، وأعرف أيضا أن زهاو يافو هو من أنقذها. ها؟ لولو كن متيقظا وافتح عينيك. تلك الخائنة، إن تجرأت فسوف أقتلها. أنت هكذا دائما متسرع ولا تتحلى بالصبر، اهدأ وفكر. وصل سيدي الآن إلى البيت. عزيزي، ما بك؟ أخبروني أنك جاسوسة وتريدين سرقة جداول القادة. وهل تصدق ما أخبروك به؟ لا أريد، ولكن أنا مجبر. يوم زفافنا جفل الحصان بلا سبب، ثم ظهر أحدهم وأنقذ حياتك. يا لها من صدفة، صحيح؟ إذن ما الذي تنوي فعله؟ سأعرف الحقيقة بلا شك. لن تحتاج لذلك، فقط حاول أن تثبت براءتي. سوين، ما أعيش لأجله هو أنت، ولكن الآن بما أنك بدأت تفقد ثقتك بي فهذا يعني أن حبك لم يعد موجودا، وفي هذه الحالة أريد الموت. أعدك الآن بما أنني أحتضر، أريد منك أن تعدني بأمرين، هل يمكن؟
سوين، سوين، قولي لي ماذا أفعل لك؟ لا تتركيني، اطلبي مني، اطلبي مني أي شيء سوين. أولهما أنني من شوزونغ، وعادتنا أن يدفن الموت في تابوت معلق، وأرجو أن يتم دفني بهذه الطريقة. والرجاء الثاني أن تطلعني على جداول القادة التي كانت السبب في موتي. أرجوك افعلي ذلك، أرجوك. لا سوين، إنني فقط أريد أن أعرف لماذا يهمك أمرها أكثر مني. هيا قل لي. لا سوين، لن أنساك. من أنت؟ حارسة القبر. حارسة قبر؟
في مكان موحش كهذا؟ ألا تصدق؟ أصدقه. ما أطلبه هو أن تسمحي لي بإلقائي نظرة أخيرة عليها. هل فعلت؟ ما علاقتك بها؟ إنها حبيبتي. لكنها متزوجة. نعم، كان بيننا وعد باللقاء في شانغان بعد 3 سنوات، ولكنني فوتت الموعد وحنثت بوعدي. عندما عدت وجدت وتزوجت من رجل آخر، أردت إخبارها بأمر، لذا وكست حصانها، ولكنها لم تمنحني حتى هذه الفرصة الأخيرة. إنها ميتة وأريد أخبارها بأنها الإنسانة الوحيدة التي أحببتها طوال عمري. أعلم أن هذه مسؤوليتك، سأراها، وإلا فقومي بقتلي الآن. هيا أرجوك اقتليني. إذا استطعت الموت حيث دفنت فهذا رحمة لي. افعلي ذلك فلن أتراجع. تريد أن تراها لآخر مرة؟ وسأموت في سبيل تحقيق ذلك. غادر المكان وعلى الفور. سوين، ها أنا ذا، أتعلمين؟ أتعلمين مقدار لافتي لرؤيتك؟ وكم أحبك؟ لماذا لم تمنحيني فرصة واحدة كي أعود؟ لماذا؟ لماذا؟ لو لم أحاول أن أجعل من نفسي بطالا، ولو لم أتدخل في شؤون الآخرين، لما جرحت ولما فقدتك. سوين، لقد خذلتك. سوين، لقد خذلتك. أنا الذي خذلتك سوين. بما أننا لا نستطيع أن نحيا معا في هذا العالم، سأكون معك في الحياة الأخرى. سوين، ارقدي بسلام. ستبقين معي، لن أنساك. يا آنسة، أشكرك، أشكرك. إياك أن تعود إلى هنا. Thank you.
لندى، الأموات يرقدون بسلام. سأتذكرك. بني، ألا تزال غاضبا مني؟ أليس ما حصل بسببك؟ قلت إنها لولو. لا يمكنك لومي على هذا الحادث، أنت من يجب أن يلوم نفسه. تسرعت واتهمتها دون تحقيق، بالإضافة إلى أن انتحارها لا يعني براءتها. كل الجواسيس يضحون بأنفسهم. عمتي، إنها ميتة الآن، أرجوك لا تقولي مثل هذا الكلام. ولكني قلت الحقيقة. وردنا خبر، أحدهم سلم مرسوما مزورا منك إلى الجنرال يافو طالبا منه أن يسحب القوات، لكنه كشف خدعته. ألم أكن على حق؟ انتحارها لا يعني أي شيء، تسربت، جداول القادة منك. ماذا؟ كيف يحصل هذا؟ من يعرف بأمر الجداول ثلاث؟ أنا وأنت وتلك الميتة، ولا يوجد غيرنا. لهذا يجب أن نحذر حتى من الأموات. ماذا سنفعل؟ لا تقلق، أنا الوحيدة التي اطلعت على الجداول، وقمت بعمل نموذج منها وأرسلتها للثكنات، لن تكون بورطة. من قام بسرقة الجداول منك ودون أن يلاحظ لا يجب الاستخفاف به. يبدو أن هناك من يعلن الحرب علي شخصياً. أين هو؟ هرب. هؤلاء القتلة المتفانون يمثلون الأخلاق بدعم من العامة، إنهم لا يقهرون. حتى لو ربحت هذه المرة سوف ينجحون آجلا أم عاجلا باستغلال الخرق هنا بينما يقع آخرون، وهذا كله من أيدينا. هذا القاتل يرفض الاعتراف بشيء، علينا أن نتأكد من قام بإرساله. لولو هو الوحيد المطلع على هذه الجداول، وفي هذه اللحظة بالذات ظهر زهاو يافو وأنقذ زوجة لولو. إذا أخذنا بالاعتبار كل شيء، أتظنين أن هذه صدفة؟ اتبعي حدسي، لابد أن هذا الأمر يتعلق بها. ماذا سنفعل؟ لم أخسر لعبة في حياتي، لم تتفوق علي ولن تتفوق علي الآن. ينير، وصلت العربة؟ العربة؟ أمي؟ وإلى أين تذهبين في هذا الوقت؟ ليس لمكان. يانر، هل تخفين شيئا عني؟ أخبريني ما هو. ألم أقل لك إن الفتاة ليس عليها أن تخفي شيئا عن أمها، وإلا لن تكون مؤدبة؟ يونسي، أين أنت؟ بدلا من البقاء في القصر وخدمة الملكة تتلكأ في الخارج. سوف ألقنها درسا، سأعاقبها. أرجوك سامحي يونسي. هل أخبرتني إلى أين تذهبين في هذا الوقت من الليل؟ إن أخبرتني سأسامحها. أتعدينني ألا تخبري أحدا؟ أعدك. ماذا؟ تستغل وضعك لتتقرب من الإمبراطور؟
تلك الساذجة. أمي، أمي. أنستي، ماذا هناك؟ يونسي، أمي زارتني قبل برهة عندما كنت أنوي زيارة الإمبراطور، وسألت ماذا هناك وأين أنت؟ قلت لها؟ طلبت إليها ألا تخبر أحدا، وبعدها غادرت القصر. هل سيكون الأمر خطيرا؟ بالطبع خطير، مقابلته أمر خطير. جلالة الإمبراطورة، طلبت منك أن تبقي عينيك على يافو. جلالة الإمبراطورة، لم أجد شيئا غريبا بشأنه، هو ينتظر مقابلته معك. عدم قيامه بأي حركة يجعلني أشك بأنه غامض. أمه، أمه، عليك مساعدة يانر. أمه، ما بها يانر؟ تلك التي تدعى يونسي كاذبة، إنها على علاقة مع الإمبراطور، فهو يرسل لها عربة لاصطحابها إلى قصره. يانر عرفت بذلك وطلبت منها يونسي مساعدتها، أصبح الأمر فوضى عارمة. إن لم تعاقبيها لن يكون هناك انضباط. ماذا تقترحين؟ بالطبع أقترح قتلها. أعرف أنك تحبينها ولن تسمحي بقتلها، لكنها تستحق ذلك لتكون عبرة. أوامرك مطاعة، فأنت أميرة، افعلي ما تريدين، لن أقف بطريقك، مع أنني أحبها. حاضر، سأتعامل مع الأمر فورا. عفوا سيدتي، ستفعلين ذلك؟ إنه القانون، لا أستطيع مساعدتها. مولاتي، أطلب عفوك، سامحيني. أنا أسامح، ولكن على الإنسان أن يدفع الثمن. سامحتك مرة تلو الأخرى، ولم تكوني جاحدة فقط، بل خيبت أملي مرارا وتكرارا. لا أجد سببا لمسامحتك. مولي، فلتعفي عني جلالتك. بما أنك قمت بمساعدتي كثيرا، سآمرهم ألا يضروا بجسدك. سامحيني، أرجوك سامحيني. حسنا، هل ستقاومين؟ لا أريد الموت، لا أريد الموت. ولكن يجب أن تموتي. لا بأس، سأمنحك شيئا آخر ولن أرحمك. أدخلوها. شير، أختي يونسي، ما زلت حية، لم تموتي. نعم، كوني مطمئنة، قامت الإمبراطورة بإبقائي في القصر، وفكرت كثيرا. هذه الفرصة الأخيرة لكما لتلتقيا، وديعا بعضكما، لنذهب. يونسي، لما أنت هنا؟ جلالة الإمبراطورة تقول بأن هذا اللقاء هو للمرة الأخيرة. الإمبراطورة ليفشي تريد قتلي. سأشرب شرابا مسموما، وهذا يومي الأخير. هذا الأمر لا يمكن، سأتوسل إليها لتعفو عنك. شير، هذا بلا فائدة، أنا متأكدة من ذلك، اتخذت قرارها هذه المرة، لا يمكن أن تنقذيني.
فقط ظلي معي ولنتحدث قليلا. فهذا يومي الأخير. يونس، خالي الإمبراطور، خالي الإمبراطور ساعدني. يانر، لماذا تصرخين؟ الإمبراطورة ستقتل يونسي، هيا ننقذها. ماذا؟ سيفوتنا الوقت إن لم ننقذها الآن. خالي انتظرني. منحت هدايا من البلاط لكني لم أحتفظ بها، ما سأعطيه لك اليوم من جواهر اشتريتها أنا. بصراحة أردت أن أعطيها لخالي وامرأته عرفانا مني بالجميل. أمر مستحيل. يمكن أن توصليها لهما؟ أختي يونسي، كنت حذرة طوال حياتي خوفا من خطوة خاطئة قد تؤدي لوقوعي في ورطة لم أتوقع. أنني لن أهرب من قدري. شير، حياة البلاط بمنتهى الصعوبة، عليك أن تكوني أكثر حذرا. في حال حصولك على عفو ابتعدي عن هنا أبعد ما تستطيعين. تزوجي شخصا عاديا، عيشي حياة هانئة سعيدة، ما من شيء أحلى من ذلك، فهي السعادة بعينها. أتسمعين؟ بلا دموع، بلا دموع. رؤيتك هنا الآن أمامي، رؤيتك حية وبخير وأمان. شير، منحتني سعادة لا وصف لها. أنا سعيدة جدا، سعيدة جدا. اصمتي، أنا لا أصدقك، فدموعك تكشف حزنك. أنت لست سعيدة أبدا يونسي، لا يمكن أن أراك ميتة. شير، تعرفين في هذه اللعبة لا يوجد أمل بشيء. أريد ابتسامة، أريد أن أراها على وجهك الآن كي أغادر الحياة وأنا سعيدة. ها، ابتسمي، ابتسمي شير. هيا شير، ابقي هكذا، دعيني أتذكر وجهك مبتسمة. إن كنا محظوظتين سنكون سويا بالحياة الأخرى طبعا. سيدي، سيدي، هذا المكان لا يناسب. ابتعدي ولا قتلتك. تفضل ادخل. لا.
أما كم من الأرواح ستزهقين؟ هل تريدين قتل كل الناس حتى ترتاحي؟ إذن اقتليني، اقتليني. سيدي، هل أنت بخير؟ سيدي، هل أنت متأثر؟ اخترت نهايتك. أقدم احتراماتي لك جلالة الإمبراطورة. ملك داي والإمبراطورة بوغي يبعثان لك ولجلالة الإمبراطور بتحياتهم، ويتمنون لجلالتك تمام الصحة والعافية، وأن تكون دائما على أفضل ما يرام. وقد جلبت معي بعض منتجاتنا الخاصة من داي، أقمشة حريرية وأوراق الشاي ومختلف أنواع المجوهرات. بوغي هكذا دائما سباقة إلى الخير، بلغها تحياتي، هي وابنها على كل هداياها. كان على جلالة الإمبراطور أن يكون متواجدا لاستقبالك، ولكنه مريض وهو الآن يرتاح في فراشه، فصحة الإمبراطور هي الأهم، لهذا أنا الآن موجودة للقائك شخصيا. أرجو ألا تمانع جنرال زهاو. بالطبع لا مولاتي، إنه الإمبراطور وأنا وزير، أنا من ينبغي عليه زيارته وليس العكس بالتأكيد. وأنا أشكرك نيابة عنه. بالمناسبة اخترت 5 محظيات لأمنحهن للوهينغ. أخبره ألا يرسل المزيد من الهدايا، إذا استطاع إرسال الهبات لهان سأكون مسرورة. المصلحة العامة تسرني وتجعلني أقدر كل ما يفعله، فهمتني؟ نعم، سوف أبعث مرسومك. إليك المرسوم، سوف نقوم غدا بوداع يافو و5 محظيات كي نزوج بناتنا ونمنح الإمبراطور لوهينغ زفافا كبيرا ورائعا. ها؟ فلتحيا جلالة الإمبراطورة. جلالتك، جلالتك، لماذا تخافينني؟ أنا دائما طيبة معك، ولكنك كلما رأيتني تبدين خائفة. هل قمت بعمل ما يزعجني ويخيفك مني؟ جلالتك. كنت أمزح فقط، إنني أؤمن بولائك لي. خذ، اغسلي وجهك. جلالتك، أتقصدين؟
كنت أريدك بوجه متخف، كنت أخشى أن يعيقك جمالك، ولكن الآن لدي شيء أكثر أهمية لتقومي به، لذا علينا أن نسترد بهائك. ما هي أوامرك جلالة الإمبراطورة؟ منحت 5 محظيات، إحداهن جاسوستي. أريد منك أن تتنكري كسيدة لتشرفي عليها وتساعديها في إنجاز ما طلبته، إنها مهمة كبيرة، أيمكنك ذلك؟ سأفعل كل ما بوسعي.